طلاب الشير موجود عندكم سكرين شير أقصد ده شوفوا الأغلب أو لا. أوكي لا، احنا راح ناخذ مراجعة سريعة خلي أبدي أسوي ريكورد ونحاول نختصر الوقت. The recording has started. احنا بالمحاضرة السابقة أخذنا ديفينيشن كمبيوتر، أخذنا تعريف بسيط عن الحاسبة، من اللي تتكون من انبوت اللي هو الداتا اوتبوت اللي هو الشيء اللي احنا نشوفه، البروسيسنج اللي يكون بين العمليتين، والستورج اللي هي وحدة الخزن راح نخزن عليها الاوتبوت. اخذنا لنا العمليات الثلاثة ومراحلها، وكل وحدة راح نجي هسه نفصلها بالتفصيل. الستيبس تو بروسيس الداتا اللي هي انبوت بروسيسنج اوتبوت، واخر شيء الستورج. كل وحدة أخذنا عليها مثال بسيط، الـ ديفايس مثلا تاتش سكرين، الماوس، الليزر سكانر، الستورج ديفايس عندنا الرام، الروم أو الأجهزة الخارجية، بروسيسنج ديفايس، وعرفنا البروسيسنج اللي يقوم بالعملية هي السي بي يو، والأوتبوت ديفايس. وهنا مثلنا فد يعني شكل بسيط للسيستم يونت اللي هي الانبوت، بروسيس اوتبوت. الانبوت عرفنا شنو اللي دا يدخل لها، من شنو، من استخدام الكيبورد، الماوس، مايكروفون، سكانر، سي بي يو. عرفنا شنو هو يسيطر على حركة المعلومات، وايضا يخزن المعلومات. بعدين الاوتبوت اللي هو العرض مانر لما يكون على المونيتور، على البرنتر، على السبيكر، بروجكتر. هاي العمليات السيستمات، الوحدات النظام الأساسية اللي موجودة بالنظام. بعدين وظائف مالته، عرفنا شنو الدوز الويندوز، وأخذنا مقارنة بياناتهم، وأخذنا الفايل اكستنشن. هسه راح نجي على الكمبيوتر هاردوير. شنو هو الكمبيوتر هاردوير وبالشكل البسيط؟ هي أجزاء مادية مثل وحدة النظام والأجهزة الطرفية. الـ peripheral device شنو نقصد بها؟ أي شيء متصل بوحدة النظام، اللي هي الأجهزة المادية للكمبيوتر أو الأجهزة الملموسة مثل الشاشة، مثل المونيتور، الكيبورد، الماوس، السبيكر. هاي كلها تعتبر هي هاردوير. المكبرات الصوت اللي هي السبيكر، او ايضا بعض الاجزاء اللي موجوده داخل النظام واللي احنا ما نقدر نشوفها، يعني نفتح النظام ونشوف شو الاجزاء اللي موجوده داخل النظام. نشوف هاي الاجهزه اللي هي تتضمن وحده النظام، تتكون من الاجهزه الادخال مثل ما قلنا، هسه راح نشرحها بالتفصيل. السنتر بروسيسنج يونت اللي هو السي بي يو، والاوتبوت ديفايسز والستورج ديفايسز. عندنا هنا شكل دا يوضح، هذا الشكل دا يوضح لنا الأجزاء اللي نقدر نسميها الكمبيوتر هاردوير، اللي هو أي شيء هارد، أي شيء ملموس، أو نقدر نسميها الأجهزة الطرفية peripheral devices، مثل هاي السبيكر، الكيبورد، الماوس، المونيتور، وكل هاي الأجزاء اللي نقدر نطلق عليها الهاردوير ديفايسز. يجي نشرح شغلة شغلة. أول شيء على الانبوت ديفايس، شنو هو الانبوت ديفايس؟ اللي هي أجهزة الإدخال. يمكن أكون مشكلة
للسكرين. طلاب اوكي خلاه. This session is no longer being recorded. وقفت شوي عندي اشوف هاي المشكلة وينها اوكي هنرجع مرة ثانية. The recording has started. نيجي على الانبوت ديفايس. الانبوت ديفايس يعني من اسمها اجهزة ادخال او اجهزة ادخال او اي جهاز نقدر من خلاله نوفر ادخال معلومات للكمبيوتر. اكو عشرات من اجهزة الادخال، اكثر شيء عن هو الكيبورد الماوس، يعني اي شيء اي عملية او اي بريس اي ضغط على اي كيبورد او اي حركة، هاي نقدر نعتبرها أجهزة إدخال لأنه هاي هي ترسل إشارة إدخال للحاسبة. وأكو العديد، حتى كتابة الرسائل، سحب الـ drag object، هاي كلها تعتبر من ضمن الـ input devices. الفائدة المهمة أو الفائدة أول فائدة في معالجة الإدخال هي أجهزة الكمبيوتر. إحنا أجهزة الكمبيوتر اللي عندنا تعتبر عديمة الفائدة بدون الـ Onboard Devices. يعني إحنا لا نقعد نتخيل إنه إحنا عندنا الكمبيوتر أو حتى الموبايلات اللي عندنا بدون أجهزة إدخال، يعني تعتبر إنه هذه الأجهزة غير حيوية، ويعني خلينا نقول useless، عديمة الفائدة. عندنا هذا الشكل، عندنا راح يوضح أجهزة الإدخال اللي يمكن إحنا نقدر نستخدمها. هذا هي عندنا أجهزة الإدخال، الكيبورد، الجويستيك، المايكروفون، ديجيتال كاميرا، الويب كاميرا، سكنر، وهذه كلها أجهزة تعتبر أجهزة. حتى الريموت كنترول يعتبر جهاز من ضمن أصناف أجهزة الإدخال. نجي على السي بي يو نشرحها بالتفصيل. هالسي بي يو وضحناه بذيك المحاضرة، وكل واحد كل جزء ومهمته. نجي الآن نوضحه بشكل الأم ديفايسز. الـ CPU أو Central Processing Unit اللي هو يعد وحدة المعالجة المركزية أو المكون الأساسي للكمبيوتر، اللي هو اللي يعالج الـ Instructions، الإعازات اللي راح تدخل للحاسبة، وأيضا هو اللي يقدر يسيطر على تشغيل النظام والتطبيقات. Processing receiving user device، وأيضا يعالج البيانات وينتج الـ output، وأيضا هو اللي يكون مسيطر أو هو اللي يسيطر على حركتها وخزنها وعرضها على الشاشة. تحتوي وحدة معالجة مركزية على معالج واحد بالأقل، يعني أغلب الـ CPU بها معالج واحد اللي هو يعتبر الشريحة الفعلية الموجودة داخل وحدة المعالجة المركزية اللي يقوم بإجراء العمليات الحسابية. طبعاً الـ CPU هو اللي دائماً مختص بالكنترول، الفلو كنترول، وأيضاً السيطرة على العمليات أو يقوم بإجراء العمليات الحسابية perform calculations. أغلب الـ CPU هو عبارة عن single CPU، يعني وحدة معالجة واحدة بس. يعني بالآونة الأخيرة إنه صار الـ CPU يقدر يصير بي يعني أكثر من معالج، يعني معالجين بنفس الوقت. وحدة المعالجة المركزية راح تتكون من ثلاث مكونات رئيسية.
اللي هي وحدة التحكم اللي هي الـ Control Unit والـ Artificial Logical عفو Arithmetic Logic Unit والريجستر. نيجي على أول نقطة اللي هي الـ Control Unit. Control Unit أو نسميه وحدة التحكم هي دائرة متكاملة في المعالج تتحكم بالمدخلات والمخرجات، يعني هي اللي تتحكم بسير المعلومات اللي هي تلقى التعليمات من البرنامج ويمررها على وحدة الحساب والمنطقة. يعني إذا جت لعمليات حسابية راح هو يتحكم بمسيرها وين يدخلها على الـ ALU اللي هو Arithmetic Logic Unit. الأرثمتيك لوجيك يونت يقوم بالحسابات المناسبة وترسل القيم الناتجة مرة ثانية إلى وحدة التحكم، يعني بعد ما نأخذ النتيجة راح ترسلها مرة ثانية وحدة التحكم، وبعدين وحدة التحكم هي اللي تقوم بإرسال هاي النتيجة إلى الـ output، يعني كـ output يعني يعرضها على الشاشة وعلى طابعة، يعني النتيجة النهائية راح تأخذها. هذه الكنترول يونت. نجي على Arithmetic Logic Unit، وحدة الحساب والمنطق، دائرة رقمية تستخدم لإجراء عمليات حسابية ومنطقية، واللي يعتبر الشيء الأساسي بوحدة المعالج المركزية، يعني تعتبر الشيء الأساسي أو الوحدة الأساسية بالـ CPU. وحدة المعالج المركزية تحتوي تكون يعني قوية ومعقدة، يعني انك تقدر تحل هواية يعني حسابات، هواية يعني arithmetic، يعني عمليات حسابية صعبة. نجي على الريجستر اللي هو الريجسترز، هو يعتبر عن منطقة تخزين مؤقتة موجودة بوحدة المعالجة المركزية، ما يمكن وصول إليها خارج المعالج، دائما تكون داخل المعالج. المستخدم يستطيع الوصول يعني إلها، وتكون يعني كأنه يعني هي اللي تسيطر على خلينا نقول تسلسل العمليات. يعني مثلا أيه العملية اللي المفروض راح يجرى عليها الانستركشن أو الإعاز معين. فهذه ثلاث مكونات للـ CPU اللي هي الـ Control Unit والـ Arithmetic Logic Unit والـ Registers، يعني كأنما هي مجرد الـ Register هي يعني وحدة خزن ثانوية نقدر نقول، أو وحدة خزن مؤقتة للـ CPU. نجي على أجهزة الـ كلها أخذناها الـ Output Devices. هذا الـ Output Devices يبي على الـ Output Devices. An Output Devices is any basis of computer hardware، يعني هي أي قطعة بالأجهزة الكمبيوتر تستخدم لإيصال نتائج معالجة بيانات، هي تحول الكترونيشن، يعني هي جهاز أي قطعة أو أجهزة كمبيوتر تستخدم لإيصال النتائج، يعني هي كأنما تأخذ الأوتبوت من البروسيسنج، يعني قلنا الإنبوت بعدين البروسيسنج بعدين الأوتبوت، هو أي جهاز إخراج يعني تظهر عليه نتيجة اللي إحنا مثل قلنا مثلا الشاشة أو البرينتر، هذا كله تعتبر وحدات إخراج. وهاي عندنا بعض الأمثلة للوحدات الإخراج أو Output Devices. نيجي على Storage Devices، أجهزة الخزن.
الستورج هي على الستورج ديفايسز اللي هي أجهزة التخزين، جهاز تخزين الكمبيوتر. الكمبيوتر ستورج ديفايس هو أي نوع من الأجهزة اللي تخزن البيانات. يعني إحنا عندنا هواية أجهزة تخزين البيانات، أكثر أنواع أجهزة التخزين شيوعا واللي تكون تقريبا موجودة بجميع أجهزة الكمبيوتر هو محرك الأقراص الثابت اللي هو نسميه هارد درايف. يخزن المحرك الثابت الأساسي للكمبيوتر والتطبيقات والملفات، يعني يخزن الـ operating system، الـ applications، الـ files، الـ folders for users the computer. يمكن تصنيف تخزين الكمبيوتر إلى نوعين، عندنا أجهزة تخزين أساسية اللي هي أكثر أنواع أجهزة التخزين الأول شيوعا، عندنا الرام والروم وأجهزة تهرب عن أجهزة التخزين الأساسية، وعندنا أجهزة الذاكرة الثانوية. فنيجي على أجهزة التخزين الأساسية بها نوعين، بها Random Access Memory الـ RAM، ذاكرة الوصول عشوائي، أظن ذاكرة الـ C اللي تحتاجها. الأول خاص بالـ Operating System، والجزء الثاني مخصص للـ Programming، يعني البرامج المراد تنفيذها. والـ Third Part is for Data، يعني الجزء الثالث هو للبيانات، يعني مثلا مثلا الرسائل مالتك، الرسائل البريد الالكتروني، هذا الجزء الثالث. ذاكرة الانحراف هي الروم، ريد اونلي ميموري يسمى الروم. ذاكرة القراءة هي ذاكرة البيانات، بيانات تكون موجودة على ذاكرة القراءة. يعني بعد إيقاف التشغيل الحاسب هاي القراءة كلها تروح. عندنا الاختلاف الرئيسي موجود بهذا الجدول، الاختلاف الرئيسي بين الرام والروم، انه بالرام هي تعتبر الرام هي read can read and write، تقدر تقرأ وتكتب بها، can only read rotate memory. هنا contain are not closed when the PC is shown، يعني المحتوى أو أي شيء عندنا ما نقدر نبتل فقط من نطف الحاسب. اوكي طلاب، طبعا النت عندي انقطع. This session is no longer being recorded. خلي ارجع اسوي شير.
وصلنا للسكندري ميموري ديفايس، قلنا انه الشيء اللي مثلا عندنا اليو بي اس، السي بي يو، العفو سي دي، دي بي دي، هذه وحدات ال طلاب صوتي واضح لان اوكي المشكلة انا النت عندي انقطع، بس احاول دي اسوي نوب شير. اوكي The recording has started. اوكي طلاب احنا سنرجع على الرام، انه الرام هي تعتبر ذاكرة وصول عشوائية، وهي يعني تكون يعني لها دور اساسي لانها توفر سرعات وصول البيانات اسرع بكثير من الذاكرة الثانوية عن طريق تحميل برامج وملفات في الذاكرة. يعني الرام لها سعة أكبر، يمكن للكمبيوتر معالجة البيانات بسرعة أكبر، في حين الذاكرة الثانوية أبطأ بكثير من الذاكرة الأساسية، وعادة توفر سعة تخزين أكبر بكثير. على سبيل المثال، قد يحتوي الكمبيوتر على محرك أقراص ثابتة بسعة تيري بايت، ولكن ذاكرة الوصول العشوائي اللي هي رام تبلغ 16 جيجا بايت. وهذا الكلام انه لا يعني الكمبيوتر يحتوي على ذاكرة ثانوية تزيد بنحو يعني بنحو 64 مرة عن الذاكرة الأساسية. هذا كل ما موجود مثل ما قلنا بالكمبيوتر هاردوير وأصنافه. نجي هسه ناخذ الكمبيوتر سوفتوير. طبعا حكينا عن الكمبيوتر هاردوير وحكينا كل شيء، يعني طبعا كل هذا الحكي بشكل بسيط، يعني بس تنفهمكم شنو الأجزاء وشلون نتعامل وياها. نجي على الكمبيوتر سوفتوير وناخذ هذا المثال البسيط إله، أو الكمبيوتر سوفتوير أو برامج الحاسوب. سوفتوير is a collection of data or computer instruction that tell the computer how to work. يعني هو عبارة عن مجموعة من البيانات أو نقدر نقول إعازات أو إرشادات اللي تخبر أو يعني تفهم الكمبيوتر إحنا شلون نتعامل وياه. على عكس الأجهزة المادية، الأجهزة المادية هو جهاز مادي يعني مجرد يدخل أو يعرض أو يعني إحنا هسه نحكي كله على البروسيسنج تقريبا كلها هذا الحكي كله بالسي بي يو. على عكس الأجهزة المادية اللي هي تكون أو الهاردوير ديفايسز اللي يتم بناء النظام منها وأداء العمل في علوم الكمبيوتر وهندسة البرمجيات. فإن بالكمبيوتر سوفت وير إن هي جميع المعلومات اللي يتم معالجتها بواسطة أنظمة وبرامج وبيانات الكمبيوتر. تتضمن برامج الكمبيوتر، برامج الكمبيوتر والمكتبات، نجي يعني including computer program, libraries اللي هي تكون غير قابلة للتنفيذ مثل وثائق عبر الإنترنت, documentation
online documentation, digital media, computer hardware and software require each other. يعني دي يقول انه الاجهزه وبرامج الكمبيوتر ان تكون هي مكمله لبعضها، ولا يمكن يعني نستخدم واحده منها بشكل منفرد، يعني تكون واحده مكمله للثانيه. كما وضح في الشكل الادنى هنالك انواع رئيسيه مختلفه من البرامج. كمبيوتر سوفت وير ايش عندنا بيها؟ سيستم سوفت وير، ابلكيشن سوفت وير، وعندنا بروجرامينج لانجويج. نيجي على اول واحده اللي هي السيستم سوفت وير. السيستم سوفت وير اللي هو يساعد برنامج النظام المستخدم والأجهزة على العمل والتفاعل مع بعضها البعض. يعني احنا يعني كأنه السوفت وير برنامج ده يعني يسوي كونكشن يعني بين هاردوير والسوفت وير، يعني يتفاعل مع بعضها البعض. يعني هو برنامج إدارة الكمبيوتر هاردوير بيهيفر لإدارة سلوك أجهزة الكمبيوتر. To provide basic functions، توفير الوظائف الأساسية اللي يطلبها المستخدم. يعني يمكن القول يعني أن البرنامج النظام هو وسيط أو طبقة وسطي بين المستخدم والجهاز. يعني system software يعني intermediate or middle layer، يعني عبارة هو طبقة وسيطة middle layer between the user and the hardware، بين المستخدم والهاردوير. السوفتوير هو عبارة عن طبقة وسيطة بين اليوزر والهاردوير. الناس كل شوية يفصل، فأنا أعتذر. خلي أرجع مرة ثانية أسوي شير لأن الشير راح. أوكي طلاب، قلنا أبرز مثال على أبرز برامج النظام هو الأوبريتنج سيستم، اللي هو على سبيل المثال ويندوز، الأندرويد، اللينكس إلى آخره. وهو يعتبر مجموعة من البرامج اللي تتعامل مع
للسيستم سوفت وير، يجي على الابلكيشن سوفت وير. الابلكيشن سوفت وير او الابلكيشن سوفت وير هو اكثر انواع البرامج تشيوعا، ويمكن تعريف على انه برامج المستخدم النهائي اللي تساعد على اداء المهام او تحقيق النتيجه المرغوبه للمستخدم. شنو نقصد بال end user؟ دائما نروح يجي علينا مصطلح ال end user، هما اللي هو الشخص اللي يستخدم يعني منتج او برنامج او ابلكيشن. بعض الأمثلة على some example of application software include internet browser, the CRM tool like the HubSpot, photo editing software like Adobe or Lightroom or word processing يعني معالج الكلمات، تطبيق معالج الوورد like Microsoft Word اللي إن شاء الله راح يكون محاضرة الجاية اللي راح نعرفه، وهذا التطبيق الـ application وشلون نستخدمه. الابلكيشن سوفت وير تثبت او تتنصب على الكمبيوتر او الموبايل. يعني ابسط مثال مثلا تشتغلون على الوورد، خلينا نحكي عن الوورد باعتبار انه راح يعني اغلب الطلاب هنا مستخدمينه، شلون واحد يقدر يستخدم على الكمبيوتر يعني بناء على حاجة المستخدم. وهذه أكثر أنواع الشيوعا بالسوفت وير، أو أكو هناك العديد من الخيارات المتاحة، أو يمكن المستخدمين اختيار أفضل ما يناسب احتياجاتهم. على سبيل المثال يعني مثلا أنت مخير على هواية تطبيقات، فأنت راح تاخذ التطبيق اللي هو يخدم يعني توقعاتك. For example, anyone wanting to look on internet، يعني واحد يريد يعني يسوي بحث أو سيرش على الإنترنت، يعني ممكن يستخدم كروم، ممكن يستخدم سفاري، ممكن يستخدم فايرفوكس، يعني كلها تنطي نفس النتيجة ونفس ال يعني الشيء اللي أو التوقع المستخدم. البروغرامينج لانجويج تكون لغة البرمجة. احنا بنصمم برنامج تطبيق المستخدمين. البرامج النظام مصممة لأجهزة الكمبيوتر أو الأجهزة المحمولة. هاي البرامج المصممة مخصصة لمبرمجي الكمبيوتر والمطورين اللي هم يقومون بكتابة الـ instruction. يعني احنا نقول programming language، يعني هو الـ programming أو المبرمج اللي يكتب الـ instruction، نقصد بيها الإعازات أو نقدر نقول كود. هذه هي البرامج تستخدم لكتابة البرامج يعني تطويرها وتصحيحها. احنا دائما نقول الكود اللي يقدر يكتب الكود، يعني هسه اي برنامج عندنا او ابلكيشن عندنا هو شلون بنا عبارة عن كود مطور من قبل المبرمج. It's helpful to think these programs are، يعني انه هذه احنا لازم نعرف ان هذه البرامج او مترجمه من نوع ما، يعني لها لغه معينه مترجمه بلغه تفهمها الحاسب. واحنا عندنا هوايه لغات ممكن نبني بيها برامج، مثلا لغه البايثون، السي بلس بلس، واكو هوايه من ال يعني من المترجمات او من اللغات البرمجة اللي ممكن واحد يستخدمها، اللي دائما هي تفهم نقدر نقول الباينري فورم،
يعني الحاسب بدأ إن هي عبارة عن صيغة تفهم الباينري فورم اللي هي عبارة عن الزيروز والوانز. يعني كل البرامج اللي تدخل على الحاسبة هي تتحول للزيرو وللوان. يعني لغة الحاسبة هو نظام ثنائي، لغتها هي متكونة من الزيرو والوانز. يعني كل هاي اللغات والبرامج راح تترجم إلى لغة الزيروز والوان أو اللغة الثنائية. داتا ستورج طبعا الزيرو والوانس، احنا مثل ما قلنا شو الفرق بين الداتا والانفورميشن. دائما الداتا تكون يعني فتشي مجهول بس الحاسب تفهمه، واللي هي تكون دائما عبارة عن زيروز وونز. يعني احنا رقم واحد مثل الزيرو والوانز، اي كلمة موجودة حتى تفهمها الحاسبة لازم تحولها للزيرو وونز. الداتا ستورج مانجمنت يوز ان كمبيوتر، وحدة قياس تخزين بيانات في الحاسوب الآلي. وحدة الأساسية المستخدمة لتخزين الكمبيوتر هي البيت اللي هي الباينري ديجيت. يعني الوحدة التخزين الأساسية دائما تسميها بالبيت، هذا البيت هو جزء صغير يستخدم واللي تتكون من الأعداد والأصفار. يعني احنا اذا نقوم بعملية او على جهاز الكمبيوتر يتم احتفاظ بجميع ملفات. على سبيل المثال for example عندنا هاي وحدات الخزن ال data storage unit are listed in the table. طبعا احنا مثل ما قلنا ال binary numbers دائما ال these two numbers systems is called binary number systems. دائما وحدة الخزن هي تكون بال قلنا هنا بال bit. وحدة الخزن هي bit binary digit. وعندنا هاي all data storage units are listed. هاي الوحدات الخزن كلها موجودة بهذا الملف. يعني البيت يرمز بالبي هو من الواحد أو الصفر، on اللي هو الواحد والصفر يعتبر off، البايت بي اللي هو ثمانية بيت، كيلو بايت اللي هو 1024 بايت، والميجا بايت اللي هو 1024 كيلو بايت، والجيجا بايت هو 1024 ميجا بايت، وهكذا. فهاي دائما هذه هي الوحدات المستخدمة، وحدات الخزن المستخدمة. إلى هنا طلاب محاضرتنا لليوم خلصت. This session is no longer being recorded. فأي أحد عنده سؤال استفسار يتفضل. مش ما حد يجاوب. يعني مو شغلة حفظ أو مو حفظ، يعني هذا الجدول مثلا يعني هي يعني مثلا بس يعني يعني هو شبيه ما بي، يعني مثلا بايت هو 8 بت. دام عدد الخزن يعني البايت هي 8 بت، الكيلو بايت هي 1024 بايت،
والميجا بايت فرق يعني كلها، بس مجرد ما أعرف يعني، يعني هي لازم ينحفظ يعني، بس تاخذ عليه تصور. صح الشرح مطول، بس أنا ما أخذ ما يعني، أنا ما أقول لكم تعالوا اشرحوا هالشي وهالشي، يعني أخذوا لي الشي المهم، أخذوا لي الخلاصة يعني، افتهموني شنو وحدة الإخراج شنو وحدة الإخراج. هذا يعني مو مثلا تجون تحفظوا لي إياها، لا لا، أصلا هي محاضرة شغلات أساسية، إحنا إن شاء الله من المحاضرة الجاية ننتقل لورد.